يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح البركة. ده فرد من الأفراد. اتأخرنا شغلة، اتأخرنا. يعني أول حاجة الناس اللي جابت لي هديتي، يعني هي مش معتبراها هدية أوي، لا يعني حتى مش قلت لها طب أنت عم أصورها، يعني الناس قالت لي لا هي لا ضعيفة شوية يعني. مش من اللي بيحبها يعني، بس هو يعني ايه يمشي بيها. والفرد التاني نانو، نادين زهقت، الفرد التاني ونادين اخذت سفيان ونزلت. انا ما عدتش هستنى حد تاني، ان كل يوم اقعد استنى حد. ما شاء الله يعني عليه. وامير طبعا سبقنا، يعني امير مش معانا، بينزل لوحده، بيطلع لوحده، بينزل. مش اخر فجر، لسه فجر ان شاء الله باذن الله. ودي صاحبتي بقى، هي صاحبه اي حد نازل، مش اساسي يعني. انا مره نادين اختها، مره امير، حتى بتنزل. انتوا بتسالوني على فكره، هي مصاحبه بنوته قدها هنا في نفس الدور، فبتروح سوا معاها وبتيجي معاها. اصل بتسالوني عليها كتير، مش شرط ان ده هي مصاحباها ويقعدوا مع بعض وقاعدين هنا، هنا في الطرقة دي. وقاعدين في الطرقه هنا مع بعض واكلين مع بعض كده يعني. بس هم اتصاحبوا متاخر، ما اتصاحبوش، فهم بيندموا ان هم حكم الصحبه ده يفضلوا فاكرينها طول عمرهم. طبعا يلا بقى ننزل، نروح نصلي الفجر ان شاء الله. احنا لسه بدري على الفجر، بس يعني ننزل نصلي الفجر. امرأي شكل امك، شكل امي، انا امك، انا شكلي ماشي. سلام. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا الفجر وخرجنا. فهنا في محل قدام الفندق بيعمل سندوتشات بيض او طعميه يعني اللي تحبيه. انا جبت سندوتش كل واحد فينا بيض، عشان نطلع ننام، نصحى على صلاه الظهر، ننزل نصلي الظهر ان شاء الله باذن الله، ونقعد بقى في الحرم اخر يوم. اخر يوم، اعوذ بالله. عايزه ايه؟ حلو اكل، تاكل معايا فول وطعميه وبيض اللي انت عايزاه. بيض اهو، فول وطعميه. لا ما تخليش، مش عايزه بيض. قول نانو جايبه لي ايه؟ طب ده اللون ده انت بتحبه اهو قوي. شكرا شكرا. بص انا جبت الفطار، امسك الشاي. الشاي ده ليه؟ شاي، ده شاي كرك، ودي السندوتشات. سلام على مزاجك الرايق. دي الشاي ودي السندوتشات. سيب سبحتي، يلا بينا. تسلم. عايزه ايه؟ نانو جايبه لي هديه يا ولاد، ما حدش يكلمني. ما جبتهاش، جبت جابها غصب، جابها غصب صح. هو اللي هختار وخلاكي تدفعي صح، دي حركاته معايا. زين عليا الاداه، طيب خلاك تدفعي. ودفعت انت من معاكي، ما قعدتش تمشي معايا. قال لي الفلوس، قلت له ده اللي هتحاسب ازاي. اتحرجت والله، قعدتش تمشي معاه، بيعمل معايا كده كتير والله. يخش يشتري حاجه يقول ويبقى الفلوس، ويخلينا ندفع او يخلي نادين اي حد يحب ياخد الحاجه كده اهو ببلاش. السبحه ده جاله كده اهو، ايه ببلاش. تستنكح علينا؟ ماشي يا عم. الفندق بتاعنا الناحية التانية دي، يعني نعدي بس الطريق ده بالنفق وخلاص. احنا قاعدين انا وعم علي في المحطة بتاعت الباص، عشان نادين اول ما تنزل بسفيان ناخده منا، عشان مش هتبقى قادرة تطلع بالنفق وتعدي بالطريق كده يعني. فاحنا مستنيين نادين بسفيان دلوقتي. انتظار. انا ما حدش يجي عليا ابدا. ايه ده؟ والله ما اعرف. ده ايه انت جايبه ولا؟ كنت ماشي اشحت، لان اللي جاي لازم بيجيب حاجه لحد. شوف احنا واقفين لك، شوف احنا واقفين لك على الباص ازاي؟ عشان ما تشتريش الولا في النفق. بجد والله الخطوه دي بقى. انا اللي حصلت مني. ما انت كنت لسه عند الصحن جوه واحنا واقفين بره. يا اختي بعد الشر عليك، جايبه لك جايبه لك سندوتش بيض وبطاطس. والله يعني ايه سندوتش بيض وبطاطس؟
يعني ايه ما تطلع فوق اعرفك يعني ايه سندوتش بيض وبطاطس. انا عارفه عشان امك كانت بتقول لي ده هو ايه يا علي، بس احنا كلنا قاعدين مركزين. ده هو ايه؟ حد عطى لك انت بتجيبنا دي من اتوبيس؟ الله تمر. انا اللي جايبه. اه ايوه ده اللي جايباه. هي لسه الناس لازم من الاتوبيس وقتوا حاطينهم في حجر علي. لا ده اللي جايباه. شكرا يا حبيبتي، خدي بقى سندوتش بيض وبطاطس. يلا تعالى. مش قايل لك كذا مره ما تيجي تشحت اشحت انت معاك الست البار. ماشي يا بابا. يلا. شوفوا يا اولاد السحاب والسماء عامله ازاي. ونادين جابت لنا ميه زمزم. مورينا حبيبتي يا ندونة. يلا نطلع بقى الفندق. باقي من الوقت 24 ساعة على الذهاب من هذا الفندق والمروح الى مصر. يلا خير. اسرع ايام بتعدي في الحياة، اسرع ايام بتعدي في التاريخ كله. لا ما تعيطيش ان شاء الله نيجي تاني. علي نادين بتعيط يبقى ايه؟ نادين بتاعت ان احنا ماشيين يبقى ايه؟ هنجيبها تاني يبقى هتيجي تاني ان شاء الله. هتيجي تاني طالما روحها اتعلقت كده يبقى هتيجي تاني. هي هتيجي الوحيده؟ ايا كان بقى احنا كده كده متعلقين. يعني انا ما تقليش هتيجي تاني يا نشوى. انا وبابا. انت بابا؟ انت بيبقى لك كلمه لوحدك خاصه. تعالي وانا قلت بسم الله. بصوا بقى يبتلك اول حاجه. تعالي بصي يا نانو. بصي يا نانو جبت لك ايه؟ بصي السندوتش اللي بقول لكم عليه ب 4 ريال. ب 4 ريال والله سندوتش محترم. بصوا ده سندوتش ايه؟ انزلوا وانا اقول لكم. بيض بالبطاطس بال لا مفيش بطاطس، بيض بالجبنه. اتفضلي يا عم. بس يا نان اتفضلي يا عم علي. مفيش كوبايه شاي بلبن؟ طيب جبت كوبايه الشاي اللي انت شفتوها عشان نطلع نشربها. هي شربها هو مسافه معده بس من هنا شربها. عايز يطلع كمان اعمل له شاي. انت شربت كوبايه الشاي؟ يعني سندوتش ده من كل عمره لازم تجيبوه يا نادين، بس هي بتجيبه مره واحده. انا بجيبه مره واحده بس، انا ما بشوفوش غير قبل ما اروح بيوم، مع ان هو تحت الفندق. بصوا بيض بالجبنه. اتفضلي يا استاذه نادين. شكرا. نقفل بقى ونفطر. وبعدين بيك. اه ده سندوتش بيك فعلا. ما قلت لها اجيب لك سندوتش بيك؟ قلت لها اه هاتي ومتحمس. قلت لها عايزاه بيض ايه؟ هي سمعتها بيك البيك ما سمعتهاش. تغيير بقى يا اولاد عن الفراخ بقى. ما سمعتوش بيك. انا مش عايزه اكل اي لحوم حقيقي، مش عايزه اكل اي لحوم. خدي يا بندق. يا واد يا واد يا واد ايه الجلاليب دي؟ صباح الخير. العمره بانت عليك. العمره بانت عليك. جاي تبان عليا واحنا بنشوف التشطيب. لا هو احنا العمره دي ما تتحسبلناش. انا والراجل ده اتظلمنا في العمره. بعدين مركزين في العيال شويه. احنا عاملين زي ده السواق وانا الدادة بجد والله. احنا جايين نشتغل عند الناس دي. بس ما ننكرش ان هي عمره جميله. جميله مستمتعين ان العيال معانا ومبسوطين بيهم، بس انا وعلي احنا الاثنين كده المزاج بتاعنا كنا لا نطالب. واحنا في السعوديه لسه احنا عايزين نيجي السعوديه تاني. هنيجي امتى؟ هنيجي امتى؟ شهر ان شاء الله. شهر ولا من شهر؟ ربك يسلمك. وزي ما ربنا كاتب هنيجي ان شاء الله. يا رب يكتبها لنا دايما 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 يا رب. لوحدنا بقى ان شاء الله المره الجايه. اكيد. هننزل بقى نصلي انا وعلي وهم هيحصلونا، او احنا بصراحه هربنا. صح علي؟ احنا اتفقنا معاهم اصلا اللي يلبس ينزل. اه اصل ده اخر يوم. اخر يوم فعايزين نستمتع بيه بالحرم. لا وغير كده انا عايزهم اصلا يعني ودمهم حامي شويه. ممنوع نستنى يلعبوا براحتهم، انما لما بننزل بيستعجلوا. اه بيخافوا بعد كده مشاكل معاهم ان احنا نزعل فبينجزوا. انزل. لا انت كنتش عملت الجي عالي اصلا. عاملها والله. لا بجد العيال لما اقف استناهم يتلكعوا. عارفين اول ما امشي دلوقتي تلاقي نادين بقى مرات ابويا او درتي داخلها درتي. انت نزلتي وسبتيني؟ طب انت فين بقى بالظبط؟ خدت جوزك. خدت جوزك. اه
انت فين عشان وراكي اهو، تبقى ورايا على طول. اول ايه يا دراعي؟ ريحتك. ربنا يجبر بخاطرك. وبعدين يا اولاد عايزه اقول لكم ان الايفون بتاعي كان فيه مشكله، رحت بدلته امبارح في المحلات وفجاه قامت ورقه. بدلته نفس الايفون، يعني هو دفعت فرق بسيط قوي وجبت ايفون هو وايع. ماشي سلام عليكم. اتفضلي يا حبيبتي. مشروع ماشي تمام. ايه ارض تحت؟ ارض نازل. تمام. تركيا؟ تركيا. انا بس امارات. تركيا امارات احسن ناس. فبدلت امبارح بالليل من سوق المحلات الموبايلات، طبعا مش الجرير والحاجات دي، لا بدلته مستعمل برضه. جرير اغلى كتير. فكده يعني جبت ايفون جديد، ده اللي بصور بيه. بس هو نفس الماركة بتاعت الايفون بتاعي اللي هي ايفون 15. هو بس ده بتلاته 100%، التاني كان نزل كتير. حرم. عايز تصلي في الحرم ولا في المسجد؟ ده الحرم. 14. انت عايز المسجد؟ انا ايه؟ قلت اجيب لهم شوية حاجات ونرجع تاني. جبت لهم عصير مانجا. وادينا باكة كده نفسها فيه. وجبت مية. وجبت لهم عصير شوكولاتة. واهم حاجة احلى حاجة بقى في الموضوع كله، لقيت الفلتر بتاع القهوة. وجبت ايه بقى؟ جبت الطقم ده لقيته عجبني قوي فجبته، اللي هو ده مش هفتحه بقى اسيبه مقفول، بوري لكم لما انزل مصر. كوباية كده ب5 ريال. تاني مرة تشتريها يا نشوى، والله المرة الاولانية اديتها لبنتي. ده اول واحد ليه يعني، ده الوحيد اللي عندي. انا المره الاولانيه اديته لبنتي، ده طلع ترند جدا وحلو قوي 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 قوي، وبيفضل محتفظ بالحراره. ما اعرفش ده هيفضل محتفظ بالحراره ولا ماشمل الاصلي، عشان اكيد ماشمل غالي قوي، بس يعني ايه احنا هنجربه. تلستين من جوه اسمه ستانلس باين، مش عارف. وبيعملوا له هنا بقى ايه دباديب وحاجات كده اكسسوارات، طلع ترند كده قوي الناس بتحبه، بس انا مش جايباه عشان ترند، جايباه عشان هينفعني في الحاجات. وجبت بقى بصوا استنى جبت دي نحط فيها مثلا سندوتشات ولا حاجه واحنا ماشيين رايحين المطار، لو جابوا وجبه بيك جابوا حاجه جابوا سندوتشات احطها في المطار. لكن انا جبت شنطتين من تحت اللي هي الشنطه دي. انا جبت ايه بقى بصوا؟ جبت دول ياخدوهم الطياره، يعني هو انت ليا ان انا اخد شنطه في الطياره 7 كيلو، فجبت الشنطتين دول مثلا امير لي شنطه ونانو لها شنطه او امير وعلي لهم شنطه للطيارة، هي دي اللي بتتفتح تبقى تحت، تبقى الشنطة دي جايباها ب20 ريال بس بخناقة، 20 ريال بخناقة عشان جبت 2. هي لها كمان دور بس أنا إيه مش عايزة أفتحها كله بقى، حلوة دي أوي عشان لما يجي يدخلوها الطيارة يرضوا. ماشي جبت منها 2 لأمير واحد وأبو علي واحد. و اللهم صل على النبي. بص جبت ده فوط مايكو فايبر. ما جتليش معاكي. انت قلتي لي عايزه؟ المفروض تبقى عايزه. انا هقلع خليني احس ان نفسي. وبعدين هو ليه عليه؟ طب ما انت كنا شارينه ومش انا كنت معايا وانا بشتريه؟ قلتي لي هاتي لي واحد؟ لا. طب انا اعمل ايه؟ تعالي هنا عشان الناس مش شايفينه. هاخده. ده فين؟ وجبت فوط اللي هي مايكرو فايبر دي ب5 ريال. يعني انت رحتي ب5 لوحدك. طب ليه بقى؟ انت جبت ايه؟ لا ايه؟ مناديل؟ دي مناديل عرفت طب ليه؟ جبتي ده كيس جوانتيات؟ يا باشا الموارد دي مش عندنا في مصر، مناديل عندنا في مصر. لا بس يعني انا بره ماشيه اشتري في الحاجة. جبت هذا بكام؟ جبت هذا بكام؟ انت بقى افغانستاني اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هند باكستاني. باكستاني ده دي لغة باكستاني مش سعودي خلاص. بكام؟ جبت هذا بكام اسمه ايه؟ لا سواق اسمه ايه؟ بيجن دهولو ايه؟ يا صديق يا صديق جبت هذا بكام يا صديق؟ طب انا عايزه اقوم امسح الارض بقى دلوقتي. طب والله لو انا رايحه دلوقتي هاخد ابني واروح انا وهو لوحدي. عايزه اقوم امسح الارض دلوقتي واجيب ميه سخنه والمع الدنيا. اضحك خالص مع جوزك واتبسطتوا؟ يا دي جوزي يا دي جوزي. ما انا وقفت هنا على الباب يجي ساعه، انت جيتي من الصاله عايزه تنامي، اعمل ايه؟ اخرج مع جوزك طبعا. طب قولوا لي يا اولاد هي كانت نايمه، اعمل ايه؟ اللي هيكون في العبايه دي اول مره البسها. حلو عليك لسه جديده. جميل عليك والله الماتيريال بتاعتها مرة حلوة مرة حلوة يا صديق.
والله هي شافت ركبت مع السواق فالسواق قال لها كلمتين دول فخلاص عادي. فكرت ان هو سعودي وده مش سعودي ده اسمه بقى باكستاني بقى. وبس هننزل بقى عشان ايه؟ جبت لكم عصير. هننزل عشان نصلي في الحرم بقى. المشكله ان هو يكب عليكي. بصوا بقى من يوم ما جيت هنا وهي كل ما تلاقيني مشيت تخش تدور في الدولاب بتاعي وعلى حاجتي كلها. هو البيزي بس اللي انا خدته العبايه من امبارح. لا ما تفتحش هفتحها هناك. مش هتفتحها بس امبارح العبايه غسلها اللي انا هروح بيها بتطلعها لابسها خارجه بيها. البيزك انا اعمل ايه؟ البيزك اروح بيه قام تاخدها لابسها اروح انا بقى من البيزك بتاعي لونها شفاف. انا اروح بيزك شفاف طبعا. امال البيزك انا يعني انا مالي بيزك تحته بقى بيزك عشان يبقى شفاف. انا جايه طول عمر اروح لهم ببيزك شفاف. لا مش قصدي ان انت تعملي. انا بقول لك انا البيزك ده عشان بتاعي انا شفاف. تخلف لنا يا سو الله. والله التخلف ليك عشان دي ليه؟ عشان نحط فيها سندوتشات واحنا في الطياره. انا عايزه اخف على قد ما اقدر من الشنط اللي هتخش جوه البتاع عشان الوزن. وناخد في ايدنا اي حاجه واحنا داخلين في المطار. ده كفايه هدايا سوفيا مش عارفه احطهم فين. لا في الكوب من كيراتين. والله في الكوب من كيراتين. لا حرام ده شرع ايه بقى يا ولاد بقى ايه؟ ننزل نلحق نروح نصلي صلاه المغرب النهارده عشان اخر يوم. رايحين جايين ننزل نصلي المغرب في الحرم. اخر مغرب هنصلي في الحرم. اخر مغرب الشهر ده يعني. ان شاء الله ربنا ما يتعاهلنا عادي ونيجي كتير ان شاء الله. نطلع فوق بقى تحت النفق. انا جبت تاكسي بينزلني تحت النفق اطلع فوق على طول. ام علي جاي يلعب معايا. بص الحرم بقى ما شاء الله. عايز تاكل ايه بالظبط؟ اخر غدا لينا في الحرم. طب الولاد فين؟ المغرب هيأذن دلوقتي حالا يعني ملوش 5 دقايق. فقلنا ناكل معاكم لقمة بسرعة كمان نسمعكم صوت الأذان وناكل سوا. العيال فين؟ الولاد احنا سابقينهم وقاعدين هنا بقالنا شوية كتار وهم اللي اجوا راحوا باب تاني عمال ما يقولنا يقول المغرب ابدا. فقلت لهم خليكم صلوا بعد المغرب نتجمع. فالمهم جبنا اكله كده على السريع. انا جبت سندوتش ما اعرفش عنه اي حاجه خالص هنعرفها دلوقتي. وعلي جاب يعني عليك يا علي والله وغالي والله غالي جدا والله بصراحه اغلى مطعم انا اكلت فيه وكميته قليله جدا. انت ما شايف طيب والله ما فيش كله بالرز بقى يعني لازم كلهم بعيش. مش عارفه اول مره اخش المطعم ده فلسه ما يعني ما علينا خير. هي كل المطاعم ليها نظامها يعني. رز اهو عليه قطعتين استرس كل يعني. النعمه البيك والطازج والرومانسيه بامانه يكسبوا. اسعارهم ربع سعر الحاجات دي. انا مش قادره اجيب اسم المطعم ده عشان احنا ما نعرفوش قوي. في نفس الوقت كميتهم بتبقى كتير وتشبع يعني. سم. القعده على بلاط الحرم دي فيروش بيموت في الدنيا. احنا قاعدين في جنب كده اللي هم العائلات كده قاعدين بياكلوا في جنب كده في جنب. انا جايبه سندوتش زي ده من عند البيك ب 8 ريال ده جايبه ب 30 ريال. مستعجلين فلقينا مطعم اكلنا عجبنا على طول. الحمد لله بقى ان انا عملت ايه؟ علي قال الطوبة للعيال. الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامه. قلت له لا هم لما يجوا يطلعوا البرج ينقوا اللي هم عايزينه عشان يبقى اخر يوم
ينقوا اللي نفسهم فيه. ما كانوش هيتبسط. اما قطعتين فراخ زقنطتين قوي ب 30 ريال ومن غير اي عيش ولا بطاطس. انا عايزاكم بس تسمعوا ده. خلصنا وبقالنا ساعة عمال ما نوصل للعيال. هما هنتقابل في حتة عشان ما ندورش على بعض. بس زحمة زحمة فعلا يعني. بس يا رب دايما يبقى زحمة كده يا رب يا رب. رايحين دلوقتي نقابل العيال عمال ما ايه نقعد معاهم شوية يكون العشاء اتدنت نصلي العشاء ان شاء الله بإذن الله. يا جماعة آخر يوم. آخر يوم. لا مش آخر يوم، آخر كام ساعة. ربنا يقبلنا منه وهجيبك تاني يا نجم. ايه؟ هجيبك تاني ان شاء الله. احرص بالله. لا قول هتيجي هنيجي تاني. والله هنيجي تاني ان شاء الله. عشان الست مش انت اللي بتجيبني. ما ربنا اللي بيجيبني. وحد بيجيب مزاجه. لا ربنا يخليك. ساعات ما بتتكتب لك بتيجي. ربنا يخليك. يا رب. ما تحرمش منك ابدا على اللي بتعمله معانا. انا يمكن انا ما عرفتش اشكرك والله. لا انا والعيال. وانا واللي انت عايزين نشوفه. يلا يا حاج. ربنا يخليك لينا. يا حاج. حاج. انت بالصوت اهو وحشني. يلا حاج. لا وبعدين يقول لي ايه؟ جرب يا حاج. لا جرب يا حاج ده البياع. إيه مش عارف. يلا داخلين دلوقتي ال ابراج الملك عبد العزيز. موقفين العيال في جنب بعيد عن الزحمه نشوفهم ونحط لهم. مش هقول لهم اقفوا جنب بتاع التمر. بتاع التمر اه لان بجيب منه تمر اسمه ايه؟ عجوان. عبد الله. فالاكل ده هديه العيال يمكن يعجبهم. مقلب النهارده يا جماعه يمكن يعجبهم. وجاب لهم اكل عليه بقى من هناك وخلاص. هم واقفين جنبي اهو. اهو؟ لا اهو. قلت لهم وقفوا هنا. عارف. يلا. يا نادين. نادين. ايه نانو كنت بتصلوا بعيد قوي؟ اه صحه ولا نانو؟ لا جلابيه يا اختي. ما شاء الله ما شاء الله كبيه جميله بجد. سلطه جيتوا مش عشان انت الباص بينزلكم في حته تانية. عامل ايه؟ الحمد لله بس كده بس. حلو قوي. سيبيه ينام. اه حلو سيبيه ينام شويه. جايب لنا اكل. اه هنقعد فوق. شفتوا الكلابيه الجديده السعودي؟ انا شبه جده جدا. شبه جده. انت لابس زيي. ازاي؟ انا شبه جده. أكثر فيلم حبيته. أنا كمان بحبه.
انت بتذاكري؟ لا بضطر القهوه دلوقتي. كان بابا بيجيب كده اماكن دي بتعمل كده. بابي بابي الله يرحمه عربي. بس علي قال احنا لسه فينا بعض. شكرا. ايه ده؟ منورانا يا نام. عايزه ايه؟ بصوا يا جماعه الناس عندها كام؟ 50 سنت 60، واحده عندها 60 والثانيه 50. بصوا حاطين ورد وكيس ومانشا عملوا ايه؟ عايزين حاجات. وانا رايحه اغسلهم اسدان. انت؟ رايحه اغسلهم اسدان كحلي. هو لابسني لون. هي مش بتتكلم على الاسدان، هي بتتكلم ان هي ان انا يعني صغنطوطه وخارجه دلع نفسي، وعلي جايب لي قهوه وبورد ومش عارفه ايه، وقاعده مدلعه نفسي وهي لابسه سدال يا عيني. سابها يا ست العجوزه، وهي بتقول كده يعني، هي ده اختلاع. وقاعده متغاظه، ونادين دخلت قالت لي عروسه وعريس، وقامت سايبانا ونازله. اعمل في الناس دي مستكترين عليا فنجان القهوه بتاعي. بس المكان ده حلو قوي. هو المكان ده ليه اكتشاف؟ او انا اللي مزعلني ان انا ما اكتشفتوش قبل كده. ان شاء الله المره الجايه يا رب. ان شاء الله باذن الله. هو مبنى على الميه، فكره كلها ميه في مصر. شلالات شلالات. هو غالي، انا مش هننزل، هو غالي بس هي مره في العمر يعني، بنودع بها السعوديه. اخر مره هنا هنصرف صح؟ ليه؟ استنى هنا صلاة فجر واحدة. آخر صلاة عشاء صليناها. يعني إن شاء الله مش آخر صلاة. بجد. بإذن الله. آخر صلاة عشاء صليناها هنا، وإن شاء الله نرجع تاني. طبعاً هننوح بقى ونرجع نيجي بدري بالليل ونقفل الشنط ونجهز شنطنا، وإن شاء الله نرجع بالليل بقى نقعد هنا نصلي صلاة الفجر. مش عارفة بجد زعلانة. ان شاء الله نيجي تاني عشان نحضر الشنط وكده. مش عارفة هنصلي بكرة صلاة الجمعة ولا لا، لسه محدش قال لنا، فهنشوف يعني. يا رب نصلي الجمعة يا رب. نودع ليه المكة، نودع ليه المكة عشان لسه هنشوف نهار مكة ان شاء الله. هتوحشونا. لا احنا قاعدين لبكرة ايه لحد الصبح.
انا احب النهار في كل حاجه في الدنيا، بس احب الليل في صلاه كم يعني بالليل بجد. انا بحب كل حاجه في مكه. يلا